الحمد لله، انتما كتشوفوا حنا في مركز التلقيح الجمهوري الحسن بمدينة القنيطرة. بعد ما عطى صاحب الجلالة الله ينصره انطلاقة يوم الخميس، كاين واحد التهيئة ديال الأطر الصحية والسلطات العمومية اللي كيشرفوا على التنظيم ديال هذه العملية، وكاين الانخراط الكلي ديال المواطنات والمواطنين، وكذلك المواكبة ديال رجال الإعلام اللي كيحاولوا عن طريقهم يبلغوا الرسائل وتحسيس المواطنة باش يزيدوا بكثافة ينخرطوا في جو منظم، لان هاد العمليه خصها ولا بداش فيه ديال النظام. وحنا نتوما كتشوفوا الحمد لله كدوز في جو جد ملائم وكيعدل على التضامن ديال جميع المواطنات والمواطنين المغاربه. وحنا هنا كنستهدفوا السكينه ديال المواطنين اللي عندهم العمر ديالهم كيتجاوز 75 سنه، وكدوز بواحد الجو ديال التلقيح كيدوز عمليه مرنه وسلسه. لحد الان ما كاين حتى شي اثار سلبيه اللي تسجلات عند المواطنات والمواطنين، وغنبقاو غاديين بهذه الطريقه هذه حتى ان شاء الله تكون الاغلبيه ديال الساكنات استفدت من هذا اللقاح، لان المناعه الجماعيه باش نحققوها خص 80% ديال الساكنه تكون تلقحات، يعني ما يناهي 30 مليون نسمه، واللي غادي يدوز على مراحل برنامج محدد، ولكن غيستافد منه الجميع. اللي مهم في هذه المساله هذه خصنا نعرفوا بان الحاله الوبائيه الحمد لله ديال المغرب مستقره وتحسنات على اللي كانت قبل، ومقارنه مع دول العالم فهي جد ملائمه بالنسبه لعمليه التلقيح. خصنا ننجحوا في هذه العمليه، اذا لازم ما نبقيو على الاجراءات الاحترازيه والوقائيه، لان جد مهمه. وخصنا نعرفوا بان الجرعه الاولى راه ما كتعطيش المناعه، خاص نستناو حتى الجرعه الثانيه ومن بعد الجرعه الثانيه كذلك، لان كنكتسبوها من واحد الفتره زمنيه. اذا لازم ما نبقيو على هذا باش ننجحوا في هذه العمليه، وشكرا لكم. الفعاليه ديال اللقاح فوق 65 سنه هذه المساله اللي تداولت مؤخرا بعض الخبراء الالمان اللي قالوا بان استرازينيكا ما عند... لا استرازينيكا هو لقاح متجرب على نطاق واسع ومجرب حتى على الناس اللي عند المسنين، وحنا عندنا الدراسات كامله، لان عندنا اللي عنده 75 سنه ولا 80 سنه وعطى النجاعه ديالو. واللي مهم نعرفوه هو ان اللقاح عنده كل جميع اللقاحات عندها واحد النسبه مئويه ديال الفعاليه. ما كاينش شي لقاح اللي كيوصل 100%، ولكن 100% كاينه بالنسبه للحالات الحرجه وكيحيد الاماته، اذا كتبقى واحد النسبه ضئيله. وهذا هو الهدف المنشود، ان المؤسسات الصحيه ما خصهاش تكون عامره وما يكونش عليها الاكتظاظ، المصالح ديال الانعاش ما يكونش فيهم الحالات الحرجه والاماته تهبط. وهذه الظروف اليوم حنا كنعيشوها ملائمه، واللقاحات الاختيار ديال المغرب هو صائب لا لوجستيكيا ولا من ناحيه السلامه والنجاعه، فالحمد لله. شكرا. الحمد لله القطاع الخاص صار من خاطر العمليه بالتكلم عليك بالدارج التكلم عليك اعتبر انه شركات تصوتك شركات القطاع الخاص تصدق الفكره الثانيه هو التوجيه، الفكره الثانيه اللي عندهم بوان الكروزر اللي عندهم؟ اللي عندهم بوان الكروزر هذه ما دخلش. انا قلت لك بان كاين برنامج محدد وتدريجي اللي غادي تكون الملائمة على حسب الوسعات ديال اللقاح، غادي نخدموا شهر الرقعة باش الاستفادة تكون الجميع ديال الفئات كتستهدف، لأن هذا عمل هذا برنامج وطني اللي فيه الانخراط ديال جميع المواطنين، خصنا كاع الفئات اللي يستافدوا بطريقة منتظمة، ما غايكون حتى شي إقصاء. أنتم شفتوا أنه اليوم كان خارج القطاع الخاص كيستافدوا جميع المكونات ديالو، ما كاينش استثناء، كاين الأطباء وكاين أطباء الأسنان وكاين الصيادلة، فبالتالي كل شيء غادي يستافد ان شاء الله في هذه الظرفيه الزمنيه. خاصنا غير نبقاو على هذا النظام ومتحدين بيناتنا.